عيد امي بدك تتكلم معاها. دمه دعي مات اخوي. اهلا، يختصر عليك الله يا اخوي عشان الرصيد ده ما يكمل. اسمع، انا برنامجي ما بغيره، عدس يعني عدس. مع السلامه. والله عادي يا بنات الزمن ده، الواحد فيهم ما بتصبر لما نجوها بالدرب العادي. السلام عليكم. اهلا وسهلا. ازيك يا حاجه؟ كيف ان شاء الله؟ باي باي. كيف ان شاء الله؟ كويسين؟ تمام والله. كيف انت؟ تمام والله الحمد لله. حماد اخوي عامل معاك شنو؟ والله تمام. ضربت له وجبالك كده وقلت له ماشي اسلم على حاجه. اتصل علينا والله ورعنا. كيف انت عامله شنو؟ تمام والله الحمد لله. اموركم ماشي كيف ظابطه؟ والله يعني تمام ماشي الحال. ما بطال كويس. ربنا يوفقك يا ستي. يتفضل العصير. شكرا لك. اشرب العصير. ما والله ما اعرف اقول لك شنو. امي دي صعبه شويه لكن والله قلبها ابيض. اكيد اكيد. اها يا بنتي، انت وعماد اتفقتوا؟ والله نحن اصلا ما مختلفين. التفاصيل دي اهم حاجه يا بنتي، انا في الحاجات دي رسميه جدا. يما ده ما وقته. الاول وشرط اخر نور يا بنتي. ما في عوجه يا خالتي. الله ما جاب العوجه يا بنتي. اشرب العصير ده ما يسخن. وبركه يا يما عماد والذين اللي قاليهم مره تنظموا وترتبوا، باقي رجال الزمن ده بخافوا من نسوانه. يما خليها ما في مشكله، خليها تاخذ راحتها. اها. وعماد ولدي ده داير كله 5 يوم يغير. كل 5 يوم؟ انت عارفه يا ماما احلام ذاتها ما صدقت. بعدين يعني صابوا ما حين، والغسيل الكثير ده بيهدى الهدوم. انا قلت له شيل غيارك في الكيس وامشي المكتب بالترينك سود. بس في المكتب هناك لما تجي راجع خد غيارك في الكيس وتحل بالترينك سود. انت عارفه كان سمع كلامي في الشهر يغير مرة واحدة. الاقتصاد ذاته ما علم بدرسوه. قدرنا نقوم خط الغداء. بمناسبة الغداء أبو سيدك أمي ما في داعي. في داعي. أسمع يا بنت، نحن السبت عندنا عدس واللحد فاصوليا والاثنين والثلاثة سخينة والأربعاء سلطة أسود والخميس مديدة عشان يوم الجمعة اللحمة. الو عماد، لو سمحت انسى موضوع العرس ده نهائي. عن اذنكم يا جماعه. هات عيبك كده يا امي. امسكيها يا بيه، انا جبت عيشه زياده.